السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله عليك يا شيخ، سؤالين. قلت ليش الفتاوى خاطئة؟ نعم السؤالين يا أختي. صاحبتي باعت ذهبها كله واشترت شقة، وزوجها كمل لها عليها وكتبتها باسمها، وهو قال لها اكتبيها باسمك عشان الولاد، عشان حفظا ليكي في المستقبل يعني. وهو كان مسافر وكان بيبعت لها مصروف شخصي ليها هي، وهي حوشته واشترت شقتين في اسكان الشباب للولاد. لا عفوا عفوا، توهتيني بالسؤال، اتفضلي يا اختي من الاول. هو هي كانت باعت ذهبها كله وكمل لها عليه واشترت شقة باسمها. طيب. وبعدين كان هو مسافر وبيبعت لها مصروف للبيت ومصروف شخصي لايديها. طيب. فالمصروف الشخصي بتاع ايديها ده لما زاد قالت له المبلغ بلغ النصاب، زكي عنه، قال لها لا دي فلوسك وانت حرة فيها. طيب. فدفعتهم واشترت شقتين في اسكان الشباب للولاد. طيب. فهو لما نزل والدنيا ضاقت بيه قال لها اعملي لي توكيل عند كل حاجه. قالت له هديك الشقه الكبيره بس سيبي الشقتين بتوع الولاد الصغيرين. مش راضي تماما وهجرهم بقاله 7 شهور وما بيقربلهاش خالص، والا تعمل توكيل عام بكل حاجه. لا انصحها لا تعمل له توكيل عام باي حاجه ابدا. هي بتقول له نأجرهم واي لا وخلاص لا 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 تعملوش توكيل بكل حاجه. السؤال الثاني يا شيخ، انت فهمت كلامي؟ انت خلعتي الحجاب ولا حول ولا قوه انت الا فهمت بي. كلامي يا اختي. ايوه فهمت فهمت. ماذا فهمت؟ ماذا قلت لك؟ لا تعمل له توكيل. احسنت. ها.